انا كما قلت لك، حنا قبل المباراه كنحاولوا اننا نقراو المباراه لاش غادي، المباراه اللي كانت فيها واحد الضغط شويه اضافي ديال انه كانت واحد المباراه حاسمه، هذوك جوج الفروق كان واحد فيهم غيتاهل للربع النهائي وواحد ما غاديش يبقى. الور ديكو هذه هي شويه الحساسيه اللي كاينه، ولكن عموما كتبقى مباراه كسائر المباريات، لان انا ضد هذه الفكره ديال هذه المباراه مهمه وهذه المباراه غير مهمه، لان جميع الفرق كتكون عندهم هذيك المباراه مهمه بالنسبه لهم. دونك فاش كتمشي المباراه كتمشي باش ديبارطاجي دو زيكيب وباش واحد الحموله ديالها واحد هذا، ولكن عموما المباريات كلهم كيكونوا مهمين. حنا هذه المباراه حاولنا نقراوها لان كنحاولوا نشوفوا كل ايكيب كيفاش كتلعب. بايون الناس بزاف لان جات تقريبا هذه المباراه الثانيه من بعد هذه المباراه ديال بركان والرجاء، وبزاف كيقولوا لان كنت لعبت في مصر واحد ماتش ديربي ديالهم ديال الاتحاد العربي، ومن بعد مباشره الاسبوع اللي من بعد مشيت لعبت هذه المباراه، والناس كلهم كيقولوا علاش جيد هذا لي كارتون اللي خرج بزاف وفي الدقيقه جوج جوكر واحد كارتون علاش؟ غنقول لهم جوج الحوايج. بريمير موني ان طبيعه المباراه القرايه كيفاش خرجت المباراه كتحتم عليا انني باش نشد المباراه خاصني ندخل بحال هكذا، ولا دوزيام دي شوز حنا كنتعلموا راه رضوان جيد راني با بارفي، حنا يقدر هذيك المباراه وهاد الحوايج هاد اللغط اللي وقع على هاد المباراه يقدر فادني، حنا راه بحالنا بحال اللاعبين بحال المدربين كنقدروا في واحد المباراه ما يكونش عندنا داك التقدير الجيد لواحد الحاجه، ولكن كنحاول ان هذاك ميم الا خطانا نستافدوا منها المباريات الاخرين، وهذا الشيء اللي طرا. يعني الحمد لله مشينا بالمباراه، جات هذيك الاحداث في الدقه 70 كانت احداث عاديه، هو باش نعطيو لكل واحد حقه، الامن السوداني زعما الصراحه قام بالدور ديالو الكامل، يعني حمانا بما فيه الكفايه زعما صراحه كان في المستوى، كانوا بعد شويه دخل هدف التحكيم انه الحكم خاصو يكمل المباراه، يحاول بجميع الطرق الحكم الناجح انه خاصو يكمل، ماشي حكم ابسط حاجه ولا يوقف المباراه ولا ما يكملش المباراه ولا يدير، لا او كونترير الحكم الناجح هو اللي كيستطيع انه يكمل المباراه ديالو في 90 دقيقه، وهذا الشيء اللي حاولنا نديرو. بقات لنا انكار دور تقريبا على نهايه المباراه، حاولنا ان نبقاو مركزين فيها لان ما بغيناش هذوك الاحداث ياثروا علينا. ودايور حتى لنا هذيك المباراه نجحها ماشي غير رضوان جيب، كانوا معايا حكام مساعدين اللي الحمد لله تبارك الله عليهم كانوا في مستوى كبير، ولا كذلك الحكم الرابع سي علي الزورا، كان حكم مساعد سي ازكا وسي اكركاد. سي اكركاد شيد واحد الهدف للفريق المحلي في الدقه 92 داعي التسلل اللي كان كاين، يعني شي واحد اللي غيتاثر بهذوك الاحداث ما غاديش يهز هذيك الرايه ديالو بعد هذوك الاحداث وهذا. الحمد لله الامور دازت مزيان، هادشي اللي كنبغي. السنه الماضيه كنت واحد المباراه لفريق الهلال ف جوست مفروض النهائي تاع الكاس الاتحاد الافريقي مع نجم الساحل تسدي لي بينالتي اكزاكتومون. دابا كانت هذيك المباراه، وكانت يعني في تونس في سوسه، وكانت صفر ضدهم، ثلاث ركلات جزاء كانت ماركاو جوج وضاعت وحده، وهما ما تقبلوش هذيك الفكره انه يكونوا ثلاثه، هما دابا ما كيناقشوش معاك واش صحاح ولا ما صحاحش، هما كيناقشوا معاك يقول لك لا بزاف ثلاثه تصفر وحده جوج، ولكن ثلاثه بزاف انك تصفر، هذا ماشي القانون تاع التحكيم راك عارف تاع الكره، وعموما انه يعني الا كانوا حتى سته في الماتش خاصك تصفرهم ما دخلت حتى شي.